الدوامة مع محمد الخماسي. يا فيما على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. حوار الدوامة اليوم مع الإعلامي صديقي علي شابي. علي مرحبا. أهلا بك محمد، صباح شحيلك. سعيد جدا أنك موجود بحضرتك. عايشك عايشك وصوتك مميز، نحب في حضورك صوتك. برنامج الدوامة يبدأ بالالتزام، هذاك بالالتزام. أنا مصح عليه من غير ما نقراه. خارق الله، يلا نربح الوقت. صاحبي صديقي رايك نربح الوقت بعد ما صحت. نقول لك مرحبا بك في الدوامة. الدوامة بعد أخذ ورد، شكوك تشكيك، موجود مش موجود علي شابي رسميا على قناة تونسنا. برنامج جديد، البرنامج هو كلام الليل. مبروك البرنامج الجديد. عايش محمد، ونحب نشكرك انت محمد. تعرف علاش؟ خاطر انت الانيماتور الوحيد في الإذاعات ولا في التلفزة اللي عيط لي واستدعاني باش نحكي على البرنامج الجديد. خارق العادة، اللي هي حكاية غريبة جدا، تبدو غريبة جدا. الحق استدعاني هادي زعايا وقت اللي سمعها في تلفزة تي في، وانت براتيكمون في البرنامج الجديد في تونس انت الوحيد اللي استدعيتني وقلت لي يجي احكي على البرنامج. ويشرفني. عايش وسعيد انك موجود، وقلنا حتى قبل بغيابك قلنا سعداء انه عبد الرزاق وعلي باش يرجعوا للتلفزيون. طبعا طبعا. باهي هوني هات نحكيو الاختيار العوده برنامج مختلف كاينه عليه توحش المنوعات يحب يرجع. اي هو كهو قيد زمن عوده المنوعات بعد تجارب البرامج الاجتماعيه وبرامج التولك شو والفيس تو فيس وبرامج الكرونيكور تدور تسليله مليله محمد، عرفت، في العديد من القنوات وفي العديد من المواسم التلفزيه. قلت المره هذه نرجع للاصل، الاصل اللي هو المنوعه الفخمة والمحترمة في الآن نفسه، فهمت؟ معناتها نجم وراء نعمله برنامج منوعاتي كبير ويليق بالجدير بالمشاهدة. جدي بيان اختيار قناة تونسنا كيف شوف كان. اهو باش نختصر لك ديريكت. انا ما عنديش فرق بين قناة كبيرة وقناة صغيرة. انا نذكر وقت اللي بدات الحوار التونسي، بدات قناة التونسية، انا ونوف الورتاني كنا من مؤسسي قناة التونسية. باي وخلط علينا بعد معز بن غربية والعديد من المنشطين. وقتها التونسي ما تفرج فيها حتى واحد. حتى واحد. من 20 مارس 2011 إلى حدود سبتمبر 2011 ولا مشاهد. ولا مشاهد، قل الحق. قناة يعني تتعدى. أنا أقول لك. أيوة. يعني بالنسبة لي أنا كي مشيت لتونسنا راهو ماهوش لا من تقليل من قيمة القناة ولا من قيمتي أنا، أنا غدوة نجم نخدم في الجنوبية راهو، وعندي القنوات كلها سواسية ومحترمة. وعلاش نقول لك قناة تونسنا بالنسبة لي أنا قناة محترمة؟ يا خويا قناة تخدم تلقى تشوف عدد المشاهدات تشوف كذا، قناة محترمة بالنسبة لي أنا. عليه يصنع اسم قنوات عليك يكون موجود؟ ليه والله ما نحبش، لا ما هنا يقول لك مغرور ويقول لك لا لا، القناة موجودة موجود قائمة بذاتها، معناتها فيها صاحبي بكار وفيها ميسا باديس وفيها صابرين وفيها البعض من البرامج الأخرى، الحق ما نستحضرهمش لكن البرامج اللي موجودين معناتها، وفيها خبرات معناتها وتجارب متعدة. مش معناتها تجارب متعدة، تجارب متعدة فيها صاحبي تبارك الله تجربة في البرامج الرياضية، أنا في البرامج المنوعاتية وفي كذا، وبقية الزملاء الأخرين عندهم منوعاتهم وعندهم برامجهم عندهم كذا. ما نصنعش نجاح قناة، القناة موجودة. موجود. وإذا كان أساهم في نجاحها علاش ليه؟ بالعكس بالخبرة اللي عندي وبالتجربة اللي عندي نحاول أن نضيف للقناة راه عموما، معناتها ما فماش حتى مشكلة. قناة التاسعة، خروجك من قناة التاسعة تي توا اسمع بالتراضي ولا لا مش بالتراضي. لا أنا خرجت طوعية طوعية، ما فيه التزامات، ما وقعش الإفاء بها وكلطف الأمور شوية بشوية. القضاء ياخو مجراه، كل واحد ياخو حقه. التجأ للقضاء علي طبعا التجأت طبعا عندي سنة ماك تعرف أنت في القضايا الشغلية ولا في القضايا يطلب شوية وقت، كل واحد ياخو حقه. كان عندي حق ناخذه، كان عندهم حق ياخذوه، مرحبا بهم. هذا مهم. الحاجة المفاجأة في الحلقة الأولى اللي شافوا البرنامج علي الشابي منشط البرامج الحوارية ما غير كوستيوم يخرج على المألوف. اي والله ليه، والله وقتها يجي اقول لك حبيت ان نبدل ونغير، ما انت نتقلق برشا من الكوستيم ما تحبش الكوستيم وترد لي اعصابي، ربطت العنق والكرافات خذيت بخاطر الناس قال لك لا ما تلبس شكاكه. والله خذيت بخاطرهم الجمعه هذه بالكسوه، الجمعه هذه بالكسوه. ايوه ايش باش نعمل الناس؟ ما هو
اسمعني، الناس يحبوك في صوره ما تبدل لهمش الصوره. اوكي ما نبدلوش الصوره يا سيدي، نحافظ عليها. فكره برنامج اخر على قناه تونسنا موجود؟ لا لا لا، برنامج باش نكتفي ببرنامج واحد في سهره الخميس. قالوا لي خذ نهار السبت، قلت لهم لا ما نجمش نهار السبت، ولو البرنامج اعادته نهار السبت، ونهار السبت فارق ونهار السبت ماهوش امتياز في البرامج، ماهوش امتياز. اليوم على ديجيتال محرق نهار السبت يا ودي العمليه. شوف مختصر التلفزيون، الحوامل نتاع التلفزيون ولا الديجيتال، انتهى زمن التلفزه اللي عائله كامله يتفرج، سبعه من الناس يتفرجوا في التلفزه، كل واحد وتلفزته، كل واحد شد الموبايل نتاعه ويرجع للي حاجته، يرجع للي حاجته بيه. يخشى مواجهه فكره سامي الفهري مع هادي زعيم في سهره السبت؟ صلي على النبي يا راجل، انا من مؤسسي، انا من مؤسسي المنوعات التلفزيه، معناتها من 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 التسعينات. هذا تاريخ ما نشكش فيه، لكن اليوم الواقع والارقام حاجه اخرى. لا الواقع والارقام علاش، انا نشط فكره سامي الفهري مثلا ما ونجحت فيها، ما عنديش حتى مشكله، مش معناتها انا نخاف من الهادي ولا نفس الهادي. لا لا لا، ولا انا نفس كان روحي ساعه لا عمري نفست حد، وربي يستحفظنا على الالتزام. ايش اقول لك، والهادي صديقي وعشيري واشتغل معايا معد في العديد من البرامج تسمع فيها. دونك البرنامج هاني قلت لك يتعدى الخميس وسبت، اما انا قررت ناخذ نهار الخميس. نهار الخميس مميز بالنسبه لي انا، خاطر في اعتقادي انا نهار السبت الناس ما تفرش برشا في التلفزه، خرجيات وغيره. اي داخل الجمهوريه يتفرج، في المدن الكبرى ما يتفرجوش. لا ما يتفرجوش، ما يتفرجوش اقل فرجه نهار السبت. اسئله سريعه وتجاوبني عليهم بصراحه. غلطت عمري نقطتين وكمل لي. غلطت عمري خروجي من قناة الحوار التونسي، غلطة عمري التحاقي بقناة التاسعة. نجيبك بواحدة من واحدة؟ باش تختار واحدة منهم. غلطة عمري خروجي من قناة الحوار التونسي، أو التحاقي بقناة التاسعة، أو أخيرا دخولي هذا الميدان أساسا. ما هوش حتى في غلطة من عمري، مستحيل. ليه محمد؟ ما الإجابة مش على مقاس السؤال، الحق بتاع ربي يلزمني نختار غلطة عمري. أيوة. في الثلاثة ذوما أنا ما غلطتش، خرجت من الحوار مقتنع، خرجت من التاسعة مقتنع، والثالثة شنية؟ الالتحاق بالميدان هذايا. الالتحاق لا لا مش غلطة، من نجم نخدم كان الخدمة هذه. كان الخدمة هذه مستحيل، تصور لي أنا ندير في مشروع ولا ندير في كذا، مستحيل يعني نخدم يا إذاعة يا تلفزيون، ما نجمش، امبوسيبل. معناتها شغلي نرتاح فيه، نصنع فيه. ريت البرنامج قبل ما نبداها، قبل ما نعمل الكونديكتور والضيوف، تلقاه انا مبرمج مع في الكونديكتور، تصورك وكل شيء موجود، خدمتي نقعد نتفرج نتبع. انا نستهلك يوميا تلفزيون 10 ساعات على 24، 10 سوايع على 24، واضح نستهلكهم يوميا. تعويض البرامج الحواريه، حكيت على فكره سامي الفهري، كيف كيف في يوم من الايام عوضت لطفي العبدلي في برنامج عبدلي شو تايم. كان من المنتظر انه علاش يا اما يرجع برنامج اجتماعي يا اما يرجع برنامج حواري هكا بس. لا البرامج الاجتماعيه انتهت وانتهى زمنها. انا عندي ما نقول لك وقفته في قمه نجاحه، وقفته. سرك في بير قصيته في طنبك نجاح على موزايك، صحيح. دونك زيد من انتهى الزمن هذاك، زمن المتابع اللي يتفرج في برنامج اجتماعي بالنسبه لي انا لازم خرجه اخرى. خرجه اخرى توا شنو في التلفزه؟ فما برامج الكرونيكور، فما البرامج الاجتماعي، وفما البرامج التولك. انا بعدت عليهم هذوما الكل، مشيت للمناوعه. المناوعة اللي فيها النوستالجيا، اللي فيها نوستالجي، اللي فيها الذكريات، اللي فيها الأصوات. ما تلقاش عندي واحد ما يعرفش يغني، راه مستحيل يتعدى عندي واحد يعمل نشاز ولا ما ولا يغني خارج المقام والا يهزو يزبط في غناء، مستحيل. يقف على الديتاي هذا على الشيء. انا نقف على الديتاي بيان سور، باش نقدم مده للناس. يا فضيحتي لو كان نجيب واحد ما يعرفش يغني، يا فضيحتي لو كان نجيب واحد معناتها نجم نجيب فنان متوسط راهو، اما ما يعرفش يغني لا مستحيل. يمشي البرنامج، ما يجيش البرنامج، يمشي البرنامج في برامج اخرى. لا لا في برامج اخرى اموره، انا ما يجينيش. الحلقه الاولى كان ضيفك سلاح مصباح. سلاح مصباح سلاح غامر معايا راهو في قناه يعتبرها البعض ما تتشافش وهي مشافه راهو. انا عندي فيديوهات عملت جوز ملايين و800 تو، اللي ما عملتهمش في الحوار، اللي ما عملتهمش في التاسعه، اللي ما عملتهمش في قنوات اخرى. رد بالك هذا في الحلقه الاولى. اقسم بالله العظيم بيان سور جابت، معناتها جايب فما دي ريكور دوديونس، نحكي على الفيسبوك وعلى البلاتفورم ديجيتال، باتو الحق نتاع ربي من حلقه اولى. من الحلقه الاولى علاش علاش نقول لك فماش فرق بين قناه كبيره وقناه صغيره؟ كذب عليك راهو، القنوات كلها كيف كيف. صحيح اليوم بالديجيتال كلها كيف كيف. امام الديجيتال
تنهار جميع القنوات التلفزية وتذعن للديجيتال بالحق، لأنه هذا هو، لأنه هذا زمن التلفزيون. التلفزة راهي قاعدة تتقدم بالديجيتال، هي امتداد للديجيتال. الديجيتال هو التلفزة صح. في شكل صغير مغاير، صح فهمت؟ فوالا هذا هو سلاح مصباح. الاختيار كان مدروس. لا مدروس. مدروس مدروس سلاح ما خرجتوش يعارك برشا، وما خرجتوش كيما يخرجوه البعض يعارك برشا. اي ما خرجتوش ليه؟ لانه المنشطين يستضيفوا بعض الفنانين باش يحطوا في صوره معينه. انا بالثقه، انا وسلاح قابلت انا قلت له سلاح شوف انت، هو انت ماكش هذاك اللي ريت قداش من مره، راك انت شخص اخر مختلف تماما. وهذيك الشخص كل واحد فينا عنده شخصيه اساسيه صح. وشخصيه ثانويه. الشخصيه الاساسيه نتاع سلاح تقدمت بطريقة مغلوطة، مانيش نحكي باسمه راهو لهنا، أما أنا حاولت نقدمها بالطريقة اللي أنا نعرفها، وكانت فيها شوية تشنج، لكن كانت في مجملها سهرة فنية رائقة محترمة جدا. أخف من قبل تعتبر. به الاثنين، هل ضيوفك باش يخلصوا على الحضور ولا لا؟ لا 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 لا، وقت اللي شوف قاعدة الخلاص أنا معها، ماذا بيا كل فنان يتعدى يخلص في زمن تلفزيون فيه متربع على عرش وسائط الاتصال. تلفزيون مش متربع، تلفزيون الحلقة الأضعف. الحلقة الأضعف توا كيفاش تحب يخلص؟ ما ينجمش يخلص. ولا تلفزة، رد بالك، ولا تلفزة في تونس تنجم تخلص الفنانين. باهي. مالوريزمون هذه حاجة خايبة راهو. أما وقت اللي تدور الصناعة نتاع التلفزيون وكذا، وعلاش لا بوركوا با يساعدني يضيف يخلص يبدا مرتاح اكثر. فهمت بالضبط، هذا اللي نتمناه. باهي نقطه اخرى نحكيوا فيها، العرض المادي مغري جدا باش على شاب يختار قناه. لا والله لا، وراسك انت ماشي ما تروح قنوات اخرين، وراسك انت يا محمد ورحمه امي ورحمه بابا بريس متطوع خاطر القناه هذيك انا مولاها صديقي حق نتاع ربي، واللي يخدموا فيها شهاب الغربي صديقي، مادموزيل رانيا صديقتي، وحبيباتي ما جيت رميت روحي الحق نتاع كان عندي الخيار. عندك اكثر من تلفزه تي في. أيوة. وكان عندي خيار في الحوار، رد بالك، في برنامج من انتاج شركه خاصه. كنت ما تروح؟ شو كنت ما تروح يا ودي لحدود شهر التالي مع صديقتي مروه الرمضاني، اختلفنا البرنامج اللي في سارة الاحد، اللي في سارة الاحد، واختلفنا على جزئيات. فهمت؟ ولا يفسد بالود قضيه معناتها، وكنت باش نخدم في قناه اخرى ما نقولكش عليها. زين كان البرنامج ولا اكسس برايم تايم؟ شنو هي البرنامج تاع الاحد؟ كان نهار الاحد من 6 ل 8 ونص. اكسس. اكسس تايم فوالا. وما كتبش المكتوب معناتها. ليه ليه مش معناتها؟ واخترت انا قلت لك اخترت تونسنا خاطر شو فما بلاصه تدخل لها ترتاح، بلاصه تدخل لها اعصابك تتوتر، بلاصه تدخل لها الجو العام، الجو العام راهو انت تعرف هذايا. اسمعني محمد يا خماسي، راك تعرف هذا بالذات. انا راني كي ما ارتاحش في بلاصه فت باب بيرويا كان مقابل باب بيروي، زوز بيرويتا كانوا مقابلي. أيوة. بريمير ايتاج كنت انا وياك. أيوة. فيه كان عندك جناحك في البريمير ايتاج. كان عندي جناح في البريمير ايتاج. تقلقنا مشينا نعرف هاك مرتاح فيه يا فهم شو على محلاك. قداش عمرها الدوام؟ وهذه الموسم الثاني اللي كان 7 سنين الدوام. مرتاح الحمد لله. 7 سنين مرتاح راك مرتاح. 7 مواسم الحمد لله. خلا. باهي هوني نبعد بيك على الجانب هذايا الكل. زوجة علي الشابي موجودة معاه، وهي أساسا صحفية وإعلامية. أي. ريهام بن علي موجودة. أي. معاك في البرنامج. أي عندها فقرة ريهام باعتبارها صحفية. أنا مش جبت مرتي راهو ما عندها ما تعمل، جيت حطيتها في التلفزة خدمت معايا عندي ما نقول لك 7 سنين معناتها. أيوة. في المشاركة في التنشيط وبالأساس صحفية متخرجة مع تصعف علوم الأخبار، أعطتني فقرة، اجتمعنا هيئة التحرير وقع الاتفاق فيها مرحبا فوالا سي تو معناتها. صعيب الخدمة مع الزوجة ولا هي المؤدة بتاع البرنامج؟ هي المعدة مش صعيب. لا هي المعدة كيفاش صعيب الشغل معاها؟ هي تعد كل شيء، ريت فقرات برنامجي كل من ألف إلى ياء، معاها أميمة ومعاها منال ومعاها شدلية ومعاها مجموعة يخدموا على رواحهم معناتها. فهمت؟ هي معدة البرنامج ولا اكزاكتومون. يوليوس قيصر شنو أموره؟ والله ياك كبر ولا والله يددش يمشي فريسك. روح جديدة عمور جديد معاها على إي طبعا. هو شنو يوليوس قيصر؟ هو ضيف العائلة جديد مع أبنائي الآخرين نانسي وأدونيس معناتها. صح. هو الضيف الثالث الأخراني معناتها. ما شاء الله ما شاء الله. يسعدك مثلا كان يقولوا علي الشابي هو جعفر العمدة تاع الإعلام في تونس بسبب جعفر العمدة. جعفر العمدة محمد رمضان ومسلسل كسر الدنيا في رمضان اللي تعدى. اي اي جعفر العمدة. اي 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 4 زوجات ما شاء الله ونجاح كبير. اي شو ايش نقول لك محمد، هذه الدنيا مكتوب به، والمكتوب ما تعرفش فيه
يقول لك ولا يقدم ولا يوخر، هي مكتوب. هي مكتوب الحياة مكتوب، تجارب، وكل تجربة فيها إياك تتصورها تجربة خايبة، كل التجارب مهمة. تعلم صح، بنجاحاتك بفشلك باللي تتصوره في بالك، شو المشكل؟ والأخير معناتها هذا الزواج الأخير نوعك نأكده لك معناتها لا يا ولدي نصحح عليه، مش صحح عليه نمسح عليه بالعشرة معناتها هذيك راهي تقنص مروحة في الثنية باش تجيب لي اليوس هذيك علاش؟ قالت لي اسمع ربك محمد راهو ربك لا خارق العادة. جينا باش نحكيو على برنامجك الجديد موفق على الشابي، ضيف الجمعة هذايا شكون إن شاء الله؟ عندي أحمد الرباي ممتاز، عندي شاعر المنصف المزغني حلو، وعندي شكون 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 المنصف المزغني شو ما تقوليتي كنت نخدم في سبوت البارح استنى منصف المزغني فنان اخر معه لا ونقيب الموسيقيين ماهر الهمي. ماهر الهمي. ماهر الهمي. ممتاز سهرية الخميس ان شاء الله مع علي الشابي كلام الليل مش سهرية راس العام زاده مش مدهون بالزبده كلام لا الليل. مش مدهون بالزبده أنا كلام الليل يحلى كلام فيه السهر مع علي سهرية حلوة وسهرية راس العام علي الشابي سهرية راس العام ايضا على تونسنا بطبيعة الحال باش نأمنها وهذا هو معناتها كل النجاح عايش عايش كمحمد على الشبي تحياتي ليك وكامل الفريق ملتقانا غدا ان شاء الله في حلقه جديده نهاركم اسعد الايام باي باي ويا مرحبا الدوامه